السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام، دابا خرجنا من ام زورن، باذن الله غادي نمشيو فين هو عياش، ندير واحد الدوره تما مع الصباح بكري، نشوفوا الاجواء كي دايرين فين هو عياش. هنايا بعد ندورو شوية بني بوعياش، شوفوا الأجواء كي دايرة تما. وحنا دابا في النهار كيكونو الناس بزاف، يعني مكتجيناش باش نصورو كلشي داكشي لي خصنا نصورو، لأن كيكونو الناس تما ومكيبغوش يتصورو، راك عارفين دابا القضية كيف دايرة، وحنا ما بغيناش نحرجو شي واحد. ونتمناو إن شاء الله ندوزكم داكشي اللي غيعجبكم. هاد البوبة اللي زنصرة معروفة هنايا المشاهدين الكرام، هادي زوينة، دايرة فيه القهوة، دايرة فيه يعني واحد المنظر هنا زوين بزاف كيما كتشوفو، فيه القهوة الفوق، فيه القهوة على الجهة أخرى عاوتاني، يعني واحد المنظر ما شاء الله. كيجيو ليه الناس من كل بلاصة، وكيما كتشوفو الطبيعة اللي كاينة هنا في بني بوعياش، كاينة الطبيعة زوينة هنايا الصراحة، كاين فيه الجبال وفيه، ولكن دابا راه داكشي كيطلب الوقت بزاف باش نصورو داكشي هداك، شنو إن شاء الله غادي نديرو شي فيديو خاص لداكشي هداك بإذن الله. لينا والو، ندخلو في وسط بني بوعياش، لأن دابا دخلنا بني بوعياش راه هي هادي، ندخلو في الوسط بني بوعياش، وداك الساعة ندخلو في الدروبة اللي كاينة تما، ندورو شي حاجة، نشوفو الجو كيف داير في بني بوعياش. كما كتشوفو راه كاينة البومبا ليسانس هنايا على اليمن، كما كتشوفو الشيل يعني نقية الصراحة،
هذه هي بني بوعياش المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا معايا بقينا ندخلوا من هنا، ما عمري دخلت من هنايا. نشوفوا الدروب هادو طلعنا، ندخلوا شويه الدروب هادو كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. بني بوعياش راه نقي حتى هي تبارك الله، فهو من الناس اللي كيشطبوا على الصباح الله يجزيهم بخير، كينقيو المدينه. هذوك الناس خصنا نشجعوهم بزاف، لان كينقيو لنا المدينه، يعني نشجعوهم باش معطى الله، لان هما اللي هازين الوسط ديال المدينه الله يجزيهم بخير. راه خدمه راه كيف ما دايره، كل الخدمة شريفة كيف ما دايرة، بنادم خصها يرضى بها الصراحة، لأن مزيانة. كيما كتشوفو حنايا دخلنا الدروبة هنايا، وجينا غير على الله نشوفو شنو كاين هنايا. كيما كتشوفو ندورو نهبطو من هنايا، وحنا غير كندورو المشاهدين الكرام، نوريوكم شوية بني بوعياش كيف داير في الوسط ديالها وفي الدروبه ديالها. غندخلو عاوتاني من هنايا، يعني الصراحه الشوارع نقيين وكلشي مشطب الصراحه، ما كنشوف حتى شي وسخ هنايا والله العظيم، الا نقي الصراحه يعني يعطيهم الصحه، حتى الناس راه نقيين هنا. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنايا بني بوعياش، ندوزو شويه بني بوعياش من داخل ومن برا، يعني هذا هو الطريق اللي كيطلع. وقيلا دابا نشوفو نطلعو من هنايا، نشوفو فين غادي يخرجنا، أولا ندورو من هنايا شويه لتحت. بقاو معنا، ندخلو فواحد الدرب هنايا، كنبغي ندخل فواحد الدرب هنايا الفوق شويه، نشوفو فين غادي يدينا. ندخلو مع هاد الشارع النيت هذا، ندخلو مع هاد الشارع النيت. كما كتشوفو الشوارع تبارك الله كاملين صوبوهم، ما في حتى شي لا بيس ولا شي حاجه. كما كتشوفو الارض راه واقيلا باقي كاينه كتبع هنايا، لان باقي ما تبنات هاد البلاصه هادي. حنا غير كندورو المشاهدين الكرام باش تعرفو شنو كيوقع هنايا. دابا الحمد لله كما كتشوفو بني بوعياش نقي الصراحة، والله إلا نقي، يعني تبارك الله. كل شيء ديال هاذيك تبارك الله الصراحة. احنا غادي ندورو على اليسر من هنايا، نهبطو يعني وسط المدينة. هذه هي وسط المدينة المشاهدين الكرام، قريب نوصلو لها دابا. هي هادي، وكاين واحد الباركي دارو جديد لي زوين بزاف الصراحة. أنا هداك أصلا ما كنتش كنعرفو في اللول، غير فهاد الخطرة عاد عرفتو. حنايا غادي ندورو على اليمن
من هنايا، وهذه هي وسط المدينة المشاهدين كما كتشوفوا. أنا غندورو من هنا ديالها تبارك الله زوينين بزاف، ونكتفيو بهذا القدر. المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.